بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، أحببت أن أتأمل معكم هذا النص القرآني العظيم من سورة ياسين. كلنا يقرأ سورة ياسين، ولكن نادرا ما نتدبر المعاني العميقة والدقيقة في كلمات الخالق تبارك وتعالى. وآية لهم الليل، إذا بدأ النص بكلمة وآية لهم، أي معجزة لهم، دليل لهم. الآية هي الدليل، برهان، برهان على صدق القرآن، برهان على وجود الله، برهان على أن هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. وآية لهم الليل، انظروا إلى الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. طيب، هذا التصور لليل والنهار الحقيقة يتوافق مع المعطيات الحديثة في علم الفلك. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعتقدون أن الأرض مثلا مسطحة، وفي نهايتها بحار أو حولها بحار لا نهاية لها، وأن السماء عبارة عن قبة فوق الأرض، وهذا هو التصور الموجود، أو هذه هي الثقافة الفلكية الموجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في القرن السابع الميلادي. ولكن هذه الآية غيرت المفاهيم. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، فشبه النهار بطبقة رقيقة تنسلخ مثل الجلد. طبقة الجلد التي تنسلخ هي طبقة رقيقة. ثمرة الفاكهة أو الفاكهة لها قشرة، فعندما تنسلخ هذه القشرة، فكلمة نسلخ منه النهار يعني أن النهار طبقة رقيقة، هكذا نفهمها، تماما مثل طبقة الجلد أو الطبقة الموجودة في قشرة قشور الثمار التي تنسلخ. جلد الدابة عندما نسلخه يكون رقيقا قياسا بالجسم يعني. طبقة النهار أيها الأحبة بحدود 100 كيلومتر، قطر الأرض بحدود 13,000 كيلومتر إلا قليل. إذن هناك فرق بين 100 كيلومتر وبين 13,000 كيلو. فإذن طبقة رقيقة جدا عبر القرآن عنها، قال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والصور بالفعل التي التقطت للأرض من الفضاء الخارجي تظهر تماما هذه الحقيقة الكونية الثابتة. الدلالة الثانية في هذه الآية التي نكتشفها اليوم، أن هذه الآية تعطيك إشارة أن الليل هو المسيطر وأن النهار طبقة رقيقة تنسلخ. وبالفعل أنت إذا خرجت خارج الأرض فإنك تسبح في ظلام دامس، حتى الشمس تراها مثل نجم صغير، ولكن الذي يجعلنا نرى الشمس كبيرة ومضيئة هي طبقة الغلاف الجوي أو طبقة النهار. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. طب الآية الثانية، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. كلمة تجري هنا كلمة جديدة على فكرة، يعني في الماضي كانوا يعتقدون أن الشمس تأتي من الشرق وتغرب من الغرب، هذا كل ما لديهم من ثقافة. عندما تطور العلم تبين أن الأرض تدور حول الشمس وأن الشمس ثابتة في مرحلة ما. بعد ذلك، بعد اكتشاف المجرات وأن الشمس هي نجم من نجوم المجرة البالغ عددها، مجرتنا فيها أكثر من 200 مليار نجم، الشمس نجم من هذه 200 مليار نجم. هذه الشمس تدور حول مركز المجرة في مرحلة ما، تبين أنها تدور، ولكن بعد أن تطور العلم تبين أن هذه الشمس أيها الأحبة لا تدور، إنما
تدور هكذا، تمشي هكذا وتصعد وتهبط. الصعود والهبوط هذا يستغرق ملايين السنوات، والدورة الكاملة حول المركز المجرة تستغرق من 220 إلى 230 مليون سنة. هم لا يعلمون بالضبط كم، ولكن التقديرات هكذا 230 مليون سنة حتى تدور هذه الشمس حول مركز المجرة، ولكن هي لا تسير بخط مستقيم، إنما صعودا وهبوطا، تماما مثل حركة موج البحر صعودا وهبوطا. لذلك قال القرآن: والشمس ماذا؟ تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. طيب، ما هذه المعرفة العلمية الدقيقة في كتاب أنزل في القرن السابع الميلادي؟ نأتي لتتمة النص: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. القمر أيها الأحبة له فعلا عجيب، عجيبة من عجائب الكون، أنه يدور دورة كاملة تماما مع الأرض، بحيث أننا نرى الوجه المشرق للقمر المضيء ولا نرى الوجه المظلم، سبحان الله، بشكل دائم. وهذا القمر يدور حول الأرض في مدة 27.3 يوما، ولكن بما أن الأرض تسير أيضا والقمر يسير حولها، فنحن نرى بأعيننا دورة القمر 29 يوم ونص تقريبا، يعني هناك يومين فرق، ولكن الدورة الحقيقية للقمر هي كم؟ 27 يوم وربع أو ثلث. هذا الفارق يعطينا المنازل، مطالع القمر. نرى أن القمر كل يوم له مطلع يختلف عن اليوم التالي. طيب، ماذا يدل ذلك أيها الأحبة؟ يدل على أن هذا من تقدير عزيز عليم حكيم، ذلك تقدير العزيز العليم. هذه التركيبة لا يمكن أن تكون قد جاءت بالمصادفة، تركيبة كونية وراءها منظم عليم حكيم. هذا المنظم العليم الحكيم سبحانه وتعالى هو الذي أنبأنا ماذا عنها في القرن السابع الميلادي، حيث لم يكن أحد يعلم شيئا عن هذه الحقائق. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. انظروا كم هناك من عجائب في هذه الآية. إذن هذه الآية تخبرك باختلاف المدارات بين الشمس والقمر، لأن الشمس لها مدار حول مركز المجرة، والأرض لها مدار حول الشمس، والقمر له مدار حول الأرض. فالشمس لا يمكن أن تدرك القمر، لأن كل واحد له مدار وكل واحد له حركة. ولا الليل سابق النهار، يعني لا يمكن لليل أن يسبق النهار. لماذا؟ لأن هذا النظام متوازن وثابت. وكل في فلك يسبحون، القمر يسبح والشمس تسبح والمجرة تسبح وحتى الذرات تسبح، وكل في فلك يسبحون. طيب، بالله عليكم، أنا سأختم بسؤال فقط أحبتي في الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام من أين جاء بهذه المعرفة؟ أنا طبعا أخاطب المشككين، أنتم تقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم صنع دينا لنفسه قائما على الإرهاب والعنف والكذا. طيب، إنسان دكتاتور وإرهاب وعنف يأتينا بهذا الكلام المنظم الدقيق المطابق لعلم الفلك الحديث؟ والله هذا الكلام لا يمكن أن يصدر إلا من خالق الكون سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الحقائق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.